Insyaallah kegiatan yang semacam ini kita lakukan setiap akhir dari masing-masing bulan, yang setiap harinya insyaallah kita sebagai sivitas atau mega unsula melaksanakan tadarus Al-Qur'an sebelum semoga kegiatan yang semacam ini mendapatkan berkah dari Allah. Apa yang menjadi program dari sivitas atau mega unsula selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan baik yang terjadi di unsula, yang masuk di unsula, yang mendukung di unsula, insyaallah semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai dengan keikhlasan kita Al-Qur'an yang kita laksanakan ini. Kita membaca dari surah Al-Duha yang kita baca satu persatu urut dari ujumana nanti. Semoga apa yang menjadi hajat kita semuanya betul-betul mendapatkan rindu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ridha Allah wa bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walitafa'il bala'i dunya wal akhirah walil qusudil maram bi barakatil fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.
khairan menyerbura walasofa yungdika rabbuka fatarda alamnya jisika yantiman fa'awa wa wajadal kaumdolam fa'adada wa wajadal ma'ayilam fa'adna fa'amdolam yantiman fa'adawa القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفقين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب فقيما وما تفرق الذي أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين لكدين القائمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم عنها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والمغيرات شبحا فأثرن به نفعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إنا قدرهم بذكر يومئذ للغافلين لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أسكوس سمي
Anak-anak dulu. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هاوية نار لله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها أرأيت الذي يكذب بالدين فلا
كالذي يدق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الواهون الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
من أهل والنافع وعمل صالحا والاستقامة على المعدلة وفوز بحسن الخادمة ومن أهل القرآن العظيم ومن أهل القرآن العظيم ومن أهل القرآن العظيم ودفعنا وإياكم أهل الرسول ربنا بلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين Rasa nikmatnya ibadah itu rasa-rasanya enggak ada kalimat yang
bulan kecuali mengungkap ajaran kepada Allah dengan kehormatan yang paling jadi terima kasih banyak selain bisa dilaksanakan dan semoga berkahnya semua apa dunia dalam surat depan bisa lebih baik lagi. Amin. Sulah itu kalau dilihat orang di luar sulah itu baru makanannya bagus. Makanannya harus dijaga itu. Untuk sulah itu masih senang sih. Perokokan orang sulah di rumah langsungnya nggak bagus. Dilihat di sulah. Pulang-pulang keluar melihatnya begitu. Karena harus kita gayakan semacam ini. Sehingga benar-benar di sulah itu perguruan tingginya menjadi contoh. Angut, ya.